صورة أعادت إلى الأذهان اللحظات الأولى لانطلاق معركة نهم بعد فترة من التوقف أو الجمود الذي فرضه المسار السياسي خلال الأشهر الماضية. من نهم، حيث التقدم مترا واحدا يعني نصرا استراتيجيا في معركة التضاريس الوعرة والحسابات الدقيقة، الطريق إلى صنعاء ينقص عدة كيلومترات إضافية، والجيش الوطني يحقق مكاسب جديدة في الجبهة الأقرب إلى العاصمة والأكثر أهمية في معركة إسقاط الانقلاب. عدد من المواقع استعادها الجيش الوطني في محيط مديرية نهم، فيما تقترب المواجهات من مركز المديرية مع استمرار التقدم من جانب قوات الشرعية. تم السيطرة على جبل القتب، جبل استراتيجي ومريحات أو المريحات واتباب الحمر واتباب الذي شرق القتب فوق البدفول، وإحدى المواقع الذي سميناه موقع 314 الذي أسفل جبل كحل. جبل القتب هو الموقع الأكثر أهمية كونه يطل على جزء كبير من مديرية نهم، ويشرف على الطريق العام الذي يربط بين صنعاء ومأرب، ويعطي أفضلية واضحة للجيش الوطني فيما تبقى من معارك في المنطقة. من هنا تبدو صنعاء أقرب منها إلى أي مكان آخر بالنسبة لرجال غادروها مكرهين من قبل، وهو الأمل الذي يدفع خطوات هؤلاء المقاتلين للمضي قدما في معركتهم التي تنتظر قرارا سياسيا للحسم، وعندها تصبح صعوبة التضاريس أسهل بكثير كما يقولون.